السلام عليكم، كيف الحال؟ معكم سري جيمز. لما عندنا فيديو جديد في القناة وعندنا فيديو درافت 192 مع عمر. طبعا جبنا درافت 192، شوف من عندنا راموس، بيكي، ميسي، سواريز ورونالدو، يعني اقوى هجوم باللعبة واقوى يمكن دفاع. 192 لدرافت. ما عندك حارس؟ هاي عندنا اسينخو بالحراسة طبعا، وعندنا روبن، عندنا ديلي الي، نانجولان، ودي ماريا، وكوستا، يعني عناصر جدا ممتازين. طبعا الفوت درافت رح يكون ثنائي، يعني كل واحد رح يلعب شوط، انا بلعب شوط وهو يلعب شوط. انا ما شوف، بداية رح يلعب كل واحد شوط، هو رح يلعب مثلا الشوط الأول وأنا بلعب الشوط الثاني، هو بيعدل إذا أنا خسران هو بيعدل. طيب حاليا نحن لساتنا بأول مباراة، ما لعبنا ولا مباراة، بس إن شاء الله إنه نتخطى أول مباراة بيكون يعني بس نتخطى مباراة وبيكون ممتاز الدرافت بالنسبة لنا. درافت 192 رح يكون قوي جدا إن شاء الله. وعن أول مباراة خلينا ننطلق على أول مباراة. شوف، هو برشلونة آخذ، هو بايرن ميونخ، برشلونة وبايرن ميونخ. طيب بداية خلينا ندخل عن نشوف التشكيلة. يا حبيبي يا حبيبي، عنده خوان فران و جودينر. والله يعني تشكيلة قوي، ولاكازيت حلو حلو، وبوجبا ماشي. يعني ان شاء الله اذا طلعنا نحن بقال من 4-0. استنى بس لزبط لك الاعدادات اللي استنى شوي، صار لي انا زمان ما بلش. صاحبك بلش. استنى شوي، انا صار لي زمان ما لعبان كمان. ليك 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 ليك، والله عيب عليك. يعني وين 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 عمك ديري الي؟ نزلنا يا مكان اسينسيو، وعمك عمك دياغو كوستا نزله هون نص، خليه على هالشكل. يا اعطي رونالدو، اعطي رونالدو، روح. يلا 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 سواريز معك تحت. لا اعطيت لسواريز. يلا يلا حلو، بدل بدل، خليك عليه خليك عليه، روح روح. هجم هجم الحارس، هجم الحارس، عمل شيء. حلو حلو حلو، يرجع لرونالدو، والله شاطر. كنا هذا الثاني، معلش فيك ما بيأثر، يعني انت بشوط ثاني بتعجل ان شاء الله. انت بروفيشنال يعني باللعبه، انا بعرف. بس ما بدنا ما بدنا شوف اليو شوف اليو شوف اليو شوف اليو اطلع برا اطلع برا. خليك عليه، بده يرفع بده يرفع لك. لا كان هالفكرة ما بيأثر، انت مو بروفيشنال سوبر ستار باللعبة. هدي شوي بالباص، ليش هيك عم تلعب؟ انت قلت لي قوي الباصة. انا قلت لك يعني قوي لما بيكون بعيد عنك اللاعب. هجم هجم الحارس، طلع طلع لك طلع لك مربع مربع، طلع طلعت طلعت لك، بس مدو دايرة ما شاطر. ما اتنين الله يرحمه، وكان زي منيح نكسون طقة من بكاي، دائما بكاي تهدى دائما، يعني لو راموس ماشي هو بس الحارة بكاي. عطية على خفيف على خفيف، يلا رونالدو معنا، روح روح رونالدو سريع، رونالدو حط جسمك عليها، ايه حط جسمك، روح. يلا 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 لك. ميسي 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 كريستيانو ميسي. لا اسست من رونالدو وجول من ميسي. طيب معك انت لسه شوط الاول، طيب لسه ما خلص، كمل الاحتمال. شفت 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 بوم. لا حلو حلو، اهم شيء انه جبنا هدف قبل ما ينتهي الشوط. يلا 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 حلو، انا بس انت رجع دافع، بده يهجم فورا، رجع دافع. حلو يلا يلا يلا، شوط اول 4-1 يعني جيد، من هجمه واحده سجلنا. الشوط الثاني ان شاء الله بنرجع بالنتيجه ان شاء الله. يعني بدل لك بقى الاماكن، بدل كايل ووكر. يا الله راموس، يلا يلا. لا ليش رجعت فيها؟ ارفع، ايوه جول. ايه يا سواريز، ايه حلو حلو. يلا 4-2 حلو ماشي. يلا ديلي الي، رونالدو رونالدو يا معلم يا معلم. ايه شفته لك لانه رونالدو. لا لا لا، 4-3 4-3 حلو، افضل لاعب المباراه رونالدو، يعني صنع هدف وحط والله إيه، عامل شغل. يلا لسواريز لميسي، حلو يلا ليو يلا رونالدو لليو ليو يلا يلا. يا حرام يا ميسي، يا حرام يا ميسي. اسمع مو شغله حلوه يعني، بالعكس تعاقب عليها. هاي هو ده يحطها هلا، ماشي ماشي، رفعة بس بسيطة. يا الله يا الله، يلا دقيقة 89. راموس راموس، مالنا غير راموس راموس. لا ما يضيع وقت،
شوف ما في، ما في دفاع اساسا. يلا والله حلو يعني، نحن حاولنا كانت 4-0 ورجعنا. طبعا انا فات علي بس يلا ما مشكله ما مشكله، انا نحن لا صفى صفى يا الله على هالدرافت. 4-0 ورجعنا. شوف ديلي قال لي نجم المباراه، يعني والله نحن اللي كنا عاملين كل الشغل بالمباراه، بس رونالدو والله رونالدو الاستي من اول المهاجمين باللعبه، الاستحواذ لنا بس التسديدات يعني له والله يعني هو بيستحق الفوز بشكل اكبر. نحن كنا مقدمين اداء جيد، هو كان مقدم اداء جيد يعني، نحن جيد بس هو افضل منه يعتبر. فخلينا نروح نشوف الجوائز. شو متوقع يعطيك يعني عمر السنين؟ اوه درافت مجاني يا معلم والله. لا عم تمزح. درافت مجاني، شوف هذا الدرافت المجاني بده يجينا فيه شيء. طيب يا معلم شوف درافت ممتاز، درافت مجاني يعني فيه. يعني الدرافت بفوز ومعنا 1000 كوينز فيعتبر شيء حلو. هذا راح نسوي تشكيله بس على الحاله، انا 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 وياك راح نلعب المره الجايه ماشي، كل واحد راح يختار ماركه. طيب بما انه اعطونا درافت مجاني فراح نسوي هذا الدرافت بس ما راح نلعبه. لو كان في دعم على هالحلقه طبعا دعم كبير فراح ننزله ان شاء الله بالحلقه الجايه. فخلينا نروح ونشوف، اهم شيء بس انه تجينا هيك شيء تشكيله 4-3-3 ولا شيء. بسم الله نلعب 5-2-2-1 حلوة، 4-4-2 جيدة بس مفتوحة كثير بالنص والدفاع فيها بيجي ضعيف، يعني هي ممكن أفضل خطة على اعتبار في أجنحة يمين ويسار، بيجينا ميسي ورونالدو. خلينا ناخذها. طيب راح بختار الكابتن وبعدين اختار اللي بعده. بسم الله ميسي، ميسي. والله في ميسي أزرق بس خلص ناخذ ميسي. خذ يلا رونالدو. طيب رونالدو يلا اختار أقوى واحد، اختار أقوى واحد. يلا بسم الله ماسيو. اوه بيكي ممتاز. ماسيو ماسيو مين؟ لا بيكي يعني ماسيو اسطورة، اسطورة برشلونة. ميرتنز موراد لوكاكو. لا بس ميرتنز شوف 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 طاقات ميرتنز، شوف 96 سرعة، 95 شوط، 94 دربل. اختار ميرتنز، اختار ميرتنز من غير كلام، يعني ميرتنز افضل واحد فيهم. بدك تفكر ماشي. طيب استنى انا راح باخذ مركز السي ام اليمين، يا رب هيك انيستا ولا مودريتش ولا شيء. كانتي او كروس. كروس يا كروس. سلام نانجولان كان منيح بس كروس يلا ممتاز. يلا اللي بقى فيك تختار من الاحتياط اذا بدك بس يلا ماشي. طيب هات بسم الله سي بي. يلا راموس هالمره، راموس هالمره، راموس لازم يجي. راموس كليني والله كليني ودافيد لويس. بس كليني دافيد لويس دوري انجليزي يعني ما عندك حد دوري انجليزي حتحطه ولا حدا ولا حتى دوري ماشي. يعني ما في غير ميرتينز. طيب خليني اخذ كليني. خذ فيك تختار من الاحتياط او نلعب بلاش من هون. كوتينيو ويليان، خذ كوتينيو ويليان، عندنا ميسي بمركز ويليان. طيب هون في رونالدو، هون في رونالدو او نيمار، هون في رونالدو او نيمار، في نيمار والله في نيمار. لا يعني في هازارد، في دي ماريا. لا بس هزار. نيمار نيمار يعني بشكل عام دوري اسباني و... ماشي. وفي هون في هون في رونالدو اجباري. دي ماريا بي رونالدو 99. حلو 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 هات تيم اوف ذا هير. طيب هاي رونالدو بنحطه بالاس تي. شوف الهجوم يا معلم، رونالدو ميسي ونيمار. طيب رح ناخذ مركز سي بي الثالث، اذا اجانا جودين بيكون ممتاز. رح ناخذ هذا مشان التناغم، خلي على هذا الشكل. يلا اللي بعد شيء خذ المرة. يلا كاراسكو، نانجولان، دي ماريا، هوملز. تمام يعني هوملز صح انه ما في دوري الماني عندنا ماشي، بس هوملز افضل دبليو. خلينا على روبن، افضل شيء روبن. يلا يلا نانجولان مرة ثانية. لا لازم ناخذ نانجولان. نانجولان يلا خلاص مشان ما تطلع ننسى. طيب راح بروح على هذا المركز. يلا يلا هيك شيء مهاجم او خط وسط، والله محتاجين خطوط وسط. جانسو شوف شوف سرعته، سرعته 35. لوكاس مورا ما راح ينفع، هذا جانسو دوري اسباني ماشي اكثر شيء. طيب مكي بيل سواريز. لا فيليب لام، فيليب لام، فيليب لام بنحط فيليب لام ظهير وروبن جناح وهاملز قلب دفاع. خذ فيليب لام يعني من الاخر. شوف عندنا فيليب لام صار عندنا ظهير يمين وقلب دفاع، راح ناخذ حارس. لو اجانا نوير بيكون يعني شيء ممتاز. طبعا اسينخو دوري اسباني بوركي بس ما بيشبك. خط اخضر اسينخو افضل شيء و84 ريتنج جيد يعني، وعندنا هذا يعني بالكيمستر 76. هات لنا الحراسه
بلش من لا بلش عادي عادي بلش يلا يا ربنا يا رب يطلع لك يطلع لك آه لا ما حيطلع يلا طيب يلا اي واحد اي واحد هات اي في خد هاد طيب راح ناخذ هاد في لاعبين في لاعبين دي بروين فيدال بيشبك مع وريبري فيدال بيشبك مع هوملز وبيشبك مع روبن اذا حطيته جنب كروس هذا فيدال اكثر واحد ممتاز فيه خد التشكيله راح تكون عباره عن دوري الماني واسباني يلا اختار لي بعد يلا فيكتور رويز او فالنسيا او الكساندرو الكساندرو من غير كلام بيشبك مع كليني مع كليني الكساندرو ممتاز طيب هذا المركز بيبقى لنا الاصغر عندنا نحن اصغر يعني باكر وخالد الظاهر مو مهم يعني عندنا اصغر ما من شيء ماشي ميركادو دوري اسباني مو ما كنت اخذ عادي عادي خذه بما انه يعني افضل يعني ما عندنا شيء طيب بقينا مركز الظهير اليسار بس بسم الله عندنا روز داني روز وجيبس تشكيلتنا على هذا الشكل عندنا كيمستري 85 وريتنج 90 يعني بس ما نظبطها بس نظبطها نقدر نوصل ريتنج 91 اكيد فخلينا نبلش نظبطها هي طيب هاي وصلنا على شيء الكيمستري 94 والريتنج 91 يعني حاولنا بشكل عنده ويسن ريكي 96 خد ويسن ريكي انا مدرب اسباني وعندك مدربين عندك مدرب اسباني نشوف طيب عندنا انريكي 96 ممتاز احسن شيء قدرنا انه نوصل فيه بهالدرافت الكيمستري 96 والريتنج 91 اذا حابين تشوفوا بالحلقه الجايه يعني نلعب هذا الدرافت فبتمنى منكم اقوى دعم على هذا الفيديو وتنشر الفيديو بكل مكان صح انه خسرنا باول مباراه لكن هي بدايه يعني ان شاء الله المره اللي بعدها بنوصل على المباراه الثانيه او ان شاء الله بنحاول انه نوصل يعني اكثر شيء ممكن نوصل له فبس شباب هيك وصلنا لنهايه الفيديو بتمنى الفيديو عجبكم وبتمنى انه يكون ضيف خفيف عليكم فبس هذا اللي كان عندي اليوم بتمنى انك تنزل تحت وتتابعني على حسابي بتويتر فبس هذا اللي كان عندي اليوم اشوفك على خير بدي جاي في امان الله.